بغض النظر عن اي عوامل موجوده، اكيد المحطه الاخيره في بطوله افريقيا هو ده التفكير، هو ده التركيز بالنسبه لنا وبالنسبه للاعيبي النادي الاهلي. ما فيش فرصه تانيه خلاص، فكل تفكيرنا بكره حتى بالجماهير اللي موجوده حوالينا بخبرات لعيبه النادي الاهلي، لان لعيبه النادي الاهلي طبعا معظمهم عندهم خبرات في النهائيات ولعبوا مباريات صعبه كتيره خارج ملعبهم، وما فيش تفكير الا في المباراه وتحقيق الهدف في المباراه. بالنسبه لنقط الضعف والايجابيات اللي موجوده عند الفريقين، اعتقد معلومه ليكم ومعلومه للمدربين ومعلومه لكل حد، ده بكره اللي هنشتغل عليه. هنشتغل على نقط الضعف اللي موجوده عند الوداد. الوداد عنده نقط ضعف وعنده نقط ايجابيه، اكيد انا كمدرب واللاعبين بيفكر فيها، واعتقد ناس التفكير برضو من ناحيه الوداد، وكل مدرب يعني بيحاول ان شاء الله يستخدم النقط الايجابيه اللي عنده ويحاول ما يغلطش بالنقط السلبيه اللي موجوده عنده.